أيضا نحن الآن سيكون معنا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في واشنطن. مساء الخير معالي الوزير أيمن الصفدي. اليوم فقدت دولة الإمارات وشعبها وفقدت الأمة العربية الشيخ خليفة بن زايد الهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. استمعنا للعديد من الزعماء ومن المسؤولين وهم ينعونه بكلمات صادقة. أيضا العاهل الأردني قام طبعا بنعي الفقيد. كيف ترون وبأي كلمات يمكن لك السيد الصفدي وصف رحيل الشيخ خليفة بن زايد الهيان عن عالمنا؟ مساء الخير. بداية رحم الله الفقيد الكبير سمو الشيخ خليفة بن زايد الهيان، فقدته الأمتان العربية والإسلامية زعيما كبيرا وقائدا فدا، ونقدم أحر مشاعر التعازي والمواساة إلى أهلنا في الإمارات العربية المتحدة، فمصابنا واحد، وندعو الله أن يتغمده فسيح جنانه. القائد الكبير شهدت العلاقات الأردنية الإماراتية في عهده مزيد من التعاون الأخوي الذي عكس العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين. فبكل مشاعر الأسى ننعى الفقيد الكبير، وندعو الله أن يحفظ الإمارات لتبقى أنموذجا في الإنجاز وأنموذجا في دعم العمل العربي المشترك والوقوف إلى جانب الأشقاء وتحقيق كل ما هو فيه الخير للإمارات وللمنطقة برمتها. بالتأكيد معالي الوزير، أنت على اطلاع على الأدوار التي أداها الشيخ خليفة بن زايد الهيان رحمه الله لدولة الإمارات ولعدد من الدول العربية بمبادراته الإنسانية، ماذا تذكر في هذا الصدد معالي الوزير؟ أذكر ما يعرفه العالم أجمع عن دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخها، فهي دولة تنهل من الإرث الكبير للشيخ زايد رحمه الله الذي سار عليه الشيخ خليفة رحمه الله، وهو إرث إنساني، إرث كبير، دائما يعمل من أجل الخير، يعمل من أجل الاستقرار، يعمل من أجل تحقيق الأفضل للإمارات وللمنطقة برمتها. وبالتالي نحن اليوم في مواجهة مصاب جلل لنا جميعا. وفي المملكة أعلنت الحكومة الحداد لمدة 3 أيام، وبأمر من جلالة الملك أعلن البلاط الملكي الحداد لـ40 يوما أيضا لمناسبة هذه المصاب الجلل، وتأكيد من الأردن بأننا نقف مع الأشقاء في الإمارات في هذا المصاب الجلل معا، لأن الفقيد هو فقيدنا كما قلت، وهو فقيد أمتينا العربية والإسلامية. فكل الرحمة له، وندعو الله أن يحفظ الإمارات لتبقى على مسار الخير الذي انتهجته منذ تأسيسها، ولتبقى أنموذجا في الإنجاز وفي العطاء وفي الاستمرار بما كان عليه سمو الشيخ خليفة من مبادرات إنسانية ومن عمل جاد لرفعة الإمارات ولرفعة الأمتين العربية والإسلامية. بما أنك معالي الوزير أيمن الصفدي تحدثت عن أن الشيخ خليفة نهل من مدرسة زايد المبادئ والقيم، الشيخ زايد المؤسس طبعا لدولة الإمارات العربية المتحدة، كيف انعكس ذلك في حفاظه على العلاقات الإماراتية الأردنية على مدار عقود؟ العلاقات الأردنية الإماراتية كما قلت هي علاقات أخوية تاريخية استراتيجية تعود إلى بداياتها إلى الفقيدين الكبيرين جلالة الملك الحسين رحمه الله والشيخ زايد رحمه الله، والتي استمرت في عهد الشيخ خليفة في العلاقات الأخوية التي تميزت بها دائما العلاقة بينه وبين جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله أيضا. فبالتالي فيما يتعلق بالأردن بالإمارات، نحن نتحدث عن علاقات تاريخية متجذرة تنطلق من إدراك بمركزية هذه العلاقة، ومبنية على أرضية صلبة من الأخوة والتفاهم والتنسيق. فكل هذه السنوات الماضية شهدت المزيد من التعاون الذي بنى على هذه العلاقات التاريخية، والذي أكد أنها تسير نحو مستقبل يشهد المزيد من التقارب والمزيد من
التعاون في إطار هذه العلاقات الأخوية. شكرا جزيلا لك معالي الوزير أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني من واشنطن، شكرا جزيلا.